أنا بدوية من بدو لبنان. أول شيء أحب أقول إنه أنا أعتز بهويتي البدوية وجنسيتي اللبنانية. هاي البداوة المتأصلة عندي طابع بداوي متأصل في جذوري وفي عروقي، وما أقدر أخلى عن هاي الجذور والعروق. هاي قد ما تطورت الحياة أحس إنه عروق البداوة، دم البداوة يمشي بعروق جسمي، ما أقدر أخلي عن هذه الهوية البدوية. يقول المثل عن المال قديم ماله جديد. حمراء أبو عيد من بدو لبنان. اسمي سعيد محمد سالم العمري من لواء البتراء، لأن البداوة هي إحنا أصلنا بدوي من أيام الدنيا إلى الآن، ونحب أن نجعل أولادنا الكبار والصغار أن يرجعوا لهذه البداوة، ونعلمهم كيف أصول البداوة من هو صغير إلى ما يكبر، أنه حتى يحافظ على التراث البداوة وتراثنا هذا لم نعطي فيه أطلاقا نهائيا يعني. بعدين ما كنا يعني نعرف اللحمة إلا مثلاً إجا ضيف لعنا، مش إنه موفر اللحمة على طول مثل هلا الوقت. اللحمة كانوا أهلنا وجدودنا وقت اللي يجي الضيف بيعرفوا بيأكلوا لحمة، أو في حال إذا الأهل وضعنا المادي منيح إذا مقورمين هاي كنا نأكل لحمة يعني. خالد عبد الله شتيوة العمارين من مدينة البتراء. طبعا البداوة هي البدو، كلمة بدو يعني تعني إلي إشي كبير. أنا تجمع هذا ثلاث لبنان فلسطين والأردن، استفدت كثير فيه من التجمع. أول إشي أخذنا خبرات متبادلة من الجميع، فإحنا إن شاء الله بنكون ناسين على هذا النهج لبنان والأردن وفلسطين، يعني بنكون إن شاء الله ماشيين على هذا المنهج إن شاء الله، ما بنغير البداوة. أول شغلة إنه أنا يأسفني جداً إنه حياة الترحال، البدو كانوا عرب رحالة الموجودين في لبنان، حياة الترحال خلتنا ما في عنا جذور. صح نحن لبنانية بس ما في عنا جذور بلبنان، نحن بس حاولنا جينا وبدنا نستقر بلبنان، أهلنا ما اشتروا أرض بسرعة، ظل اعتمادهم على المواشي، لأنه في لبنان كانت في مساحات زراعية واسعة، كانوا معتمدين وتفكيرهم كله بالمواشي، ما فكروا أنه يشترون أرض. يعني اللبنانية عندهم ضيع، هاي ضيعت بيت فلان، هاي ضيعت بيت فلان، نحن عندنا البدو ما في عندنا ضيعة. الحلول طلبوا الحلول عندهم انهم طالبت دولة بالتجنيس للناس اللي اسمع ما خلت الجنسية، إعادة الحياة البدوية، انه تحفيز الجيل الجديد نحافظه ونخليه يحافظ على العادات
البدوية اللي هي حلوة وتماشي العصر، نبتعد عن الحياة اللي هي منها ما تماشي وما تواكب العصر. للحفاظ على الماشي ينطالب البلديات بتخصيص أراضي زراعية، يعني البلدية يطلع بيدة لإعادة إحياء الحفاظ على المواشي اللي هي كثير متعبقين لها. أنا شيماء أبو عيد من بدو لبنان، جينا اليوم على الأردن بمقابلة بين عرب الأردن وعرب فلسطين وعرب لبنان. كانت مقابلة كثير حلوة وتعلمنا أشياء كثير، مثل الخياطة، الحنة، دور المرأة. أنا مثلي أن إنه أنا كشخص بنت على علم الحس، وبنفس الوقت ماني مستهترة بعادات وتقاليد البدوية، يعني أحافظ على الكرم، على الأخلاق، على العادات، على التقاليد الزينة والتقاليد السيئة اللي كانوا يستخدمونها مثل الثأر والقتل أو هذا الأشياء المتعصبة. على حاول قد ما بي إني أطلع منها، لأنه هي أثبت العلم وكل المجتمع أنه هي غلط وكل شيء، ولازم أنه الواحد يطلع منها. فأني أكون هيك على أجمع الجهتين، بدوية بأخلاقي بعاداتي بكل ما هو البدو، يعني كل شيء حلو بالبدو أحافظ عليه، بنفس الوقت كل شيء سيء أبدله بأشياء أحسن من ثقافتي وعلمي. وحتى لو سافرت أو تخرجت أو توظفت ما رح أنه أغير عاداتي وتقاليدي، لأنه هذا من مربيين عليه. بالنسبة للسؤال المطروح اللي هو كان نظرتنا للمستقبل بالنسبة للحياة البدوية، كانت لنا نظرتين، نظرة إيجابية ونظرة متشائمة. يعني فنبدأ في الإيجابي. نظرتنا الإيجابية للحياة البدوية أول شيء إنه نقطة الحنين البادية، فكرة الحنين البادية سوف تعيد الناس إلى الحياة البدوية نتيجة ضغوطات الحياة المدنية أو الحياة المتحضرة. عندنا النقطة الثانية اللي هي استمرار الحياة البدوية لاعتبارها مصدر دخل وجاذب، عامل جذب سياحي. الأغلب من الأشخاص يعتمد على الحياة البدوية كنوع من الجذب السياحي، مثل شايفين في وادي رم والبتراء. ممكن هذا الإشي يخليهم مستمرين بشكل أكثر في الحياة البدوية كنمط. النقطة الثالثة اللي هي الرجوع للحياة البدوية بشكل أقوى بسبب الضغوطات المتوقعة، مثل الحروب أو لا سمح الله أي الكوارث أو أي شيء غير متوقع، ممكن إنها تجبرنا إن نرجع للحياة البدوية ونعيد هذه الحياة مرة أخرى نتيجة هذه الضغوطات. عندنا النظرة المتشائمة وللأسف كانت أكثر شيء يعني عندنا، فرح أحكي نقطة تشرح عنها، اللي هي أول شيء ترك بيوت الشعر كمأوى رئيس واقتصارها فقط على المناسبات الاجتماعية. رؤيتنا إحنا بدو من فلسطين نحلم بمستقبل مبني على حرية الحركة والحفاظ على موروثنا وهويتنا البدوية ومواكبة التطور مع الحفاظ على قيمنا ببساطتها واستقلاليتها واستدامتها. اسمي سمية العمور من فلسطين جنوب الخليل مسافر يطا. شو بيعني لي التجمع اللي كنا فيه؟ هذا إنه حلو إني أنا أتعرف على شعوب أو على ناس من مناطق ثانية بس نفس الاسم اللي هو البدو، فحلو إني أنا أتعلم منهم شو ثقافاتهم، كيف هم عايشين. أنا بالنسبة لي تعلمت إشي كثير، سواء عن طريق الفلك، كيف بدي أعرف النجوم، حركة النجوم، كيف بدي أعرف الأوقات، كيف بدي أعرف الاتجاهات. كانت عندنا يعني في طريقة اختلاف، بس يعني تقريبا في إشي كثير متشابه. أنا فكرت يعني إنهم
إذا يكون الموقع الجغرافي بعيد إنه راح تكون في ثقافات مختلفة، ولكن في إشي كثير كان بيننا وبينهم قريب لبعض، إنه يعني إحنا صح إنه إحنا في بلاد الشعر وهيك، بس كاين إنه يعني ثقافات نفس الثقافة، يعني في إشي كثير مرتبط فينا إنه يكون نفس الحاجة. محمود زواهرة من قرية المعصرة جنوب مدينة بيت لحم من فلسطين. ولا أنسى إذا ما نسيت بأن من لا يوجد له تاريخ لا يوجد له حاضر ولا مستقبل، فما بالك إذا كانت تلك هي فلسطين التي تقع تحت الاحتلال الذي يحاول أن يطمس هويتها، يحاول أن يطمس وجود شعبها من على أرضها، نزول الحدود السياسية ونعود إلى الحدود التي بناها البدو، وهي حدود بلا حدود، حدودها السماء. حمرك شدك وحمرك Thank you.